لو حد حاول يطعنك بالسكينة في البطن من الأسفل لأعلى بالشكل ده، أول حاجة بتعملها إنك بتاخد خطوة ناحية اليمين، وبعد كده إيدك الاتنين بيبدأوا يتحركوا في نفس التوقيت. الإيد اليمين هتمسك من عند مفصل الكوع، والإيد الشمال هتمسك من عند مفصل الريست. إيدك الاتنين بيتحركوا مع بعض في نفس التوقيت، تاخد خطوة ناحية اليمين في نفس الوقت إيدك الشمال هتمسك من عند مفصل الكوع، وإيد اليمين هتمسك من عند مفصل الريست. بس هيكون الإبهام طالع لبره بالشكل ده عشان هو اللي هيلف قبضة ايده اللي ماسكة السكين. الوضعية دي بتخليني أكون في مواجهة مع الدراع مباشرة. باخد خطوة ناحية اليمين أهو عشان أكون في مواجهة مع الدراع اللي ماسك السكينة بالشكل ده. إيد اليمين هتمسك من عند مفصل الكوع، والإيد الشمال هتمسك من عند مفصل الريست، والإبهام هيضغط على المنطقة اللي هي بين السبابة وبين الإبهام عشان تلف قبضة ايده بالشكل ده. وبعد كده ايدك اليمين بتلف مفصل الكوع معاهم، الاتنين بيلفوا مع بعض في نفس التوقيت. كده انت شليت مفصل الكتف ومفصل الكوع ومفصل الريست، والسكينة تاخدها من ظهر من الظهر بتاعها بالشكل ده. تتحرك برجلك ناحية اليمين في نفس التوقيت، ايدك الاتنين بيتحركوا مع بعض وبتاخد الحركة وبتلف دراعه عشان تعجزه بالشكل ده.